دمعنا ملأ ودنا مجدا وذكرا طيبا. سل عن خطى أجدادنا ستجيب أزهار الربا. كانوا هنا ملأ ودنا مجدا وذكرا طيبا. سل عن خطى أجدادنا ستجيب أزهار الربا. السلام عليكم ورحمة الله. من الصحابة اللي تركوا لنا آثار جميلة جدا عرفنا من خلالها أنهم كانوا هنا سيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. سيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه من الصحابة اللي تأخر إسلامهم جدا حتى أنه أسلم في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه كان ملكا من ملوك العرب، وأبوه كان حاتم الطائي. حاتم الطائي ده من المشهورين جدا بالجود والكرم، ومع ذلك مات كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما بعث الله سبحانه وتعالى نبيه بالهدى ودين الحق كان ملكا من ملوك العرب، وكان سيدا من ساداتهم، وشريفا مطاعا في قومه، وكان نصرانيا، وكان يسير في قومه بالمرباع، يعني كان بيفرض عليهم ضريبة بيأخذها من أموالهم في كل عام ولا أحد يتكلم معه في ذلك، فكانت له سيادة عجيبة بين قومه. فلما سمع بانتشار خبر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الناس يدخلون في هذا الدين أفواجا، كره سيدنا عدي بن حاتم الطائي هذا الدين وكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه ظن أنه سينازعه في الملك. وسيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه في يوم من الأيام قال لفتى من فتيانه: أعدد لي من إبلي نوقا سمانا سهلة القياد، فإذا سمعت بخيل محمد قد اقتربت من أرضنا فأخبرني. وسيدنا عدي بن حاتم الطائي كانت بتتناقل إليه الأخبار كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الناس، وكيف أن الناس يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى بسرعة كبيرة. فسيدنا عدي بن حاتم الطائي توقع أن في يوم من الأيام لا بد أن تصل جنود محمد صلى الله عليه وسلم أو رسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرضه، فكان يعد لهذا اليوم. فأمر غلامه أن يعد له مجموعة من أفضل الإبل التي عنده علشان لما يسمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم يفر هاربا من أرضه. في يوم من الأيام جاء غلامه إليه وقال له: يا سيدي، ما كنت تريد أن تفعله؟ إذا وطئت خيل محمد أرضك فافعله. فقال له: ولما ثقلتك أمك؟ يعني بيقول له إيه اللي حصل؟ قال له: بالفعل قد وصل أتباع محمد إلى مناطق قريبة منا. فسيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه بسرعة كبيرة أخذ يأخذ ما يستطيع أن يأخذه معه، ثم انطلق إلى بلاد الشام حيث كانت معقل النصرانية في هذا التوقيت. وسيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه من سرعته وخوفه وفزعه من قرب قدوم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم نسي أختا له كانت تسكن في منطقة قريبة منه، فنسي عدي رضي الله عنه أخته من هول ما نزل به من خبر قرب قدوم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق ييمم وجهه نحو بلاد الشام. وهو في بعض الطريق تذكر أخته، ولكنه قد قطع المسافة الأكبر فصعب عليه أن يعود إليها ويأخذها معه. وصل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار عدي بن حاتم الطائي، وبالفعل وصلوا إلى الأماكن التي كانت تسكن فيها أخت سيدنا عدي بن حاتم الطائي وأخذوها معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عرفته بنفسها فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن من الله عليك. وأخبرته أنها أخت عدي بن حاتم الطائي، كان ملكا من ملوك العرب فكان مشهورا ومعروفا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عدي بن حاتم الفار من الله ورسوله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بما فعله عدي بن حاتم رضي الله عنه. المهم إن هي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها وأن يطلق سراحها. النبي صلى الله عليه وسلم تركها ولم يلتفت إليها، وفي اليوم التالي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن من الله عليك. فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت في المرة الثالثة من عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلقها، وأخبرها ألا تذهب إلى بلاد الشام حتى تجد رفقة آمنة تذهب معهم. وبعد فترة جاءت رفقة آمنة من بلاد الشام وستعود مرة ثانية إلى بلاد الشام، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في الذهاب إلى بلاد الشام حيث يوجد من بقي من أهلها. وفي هذه الفترة كان يصل إلى عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه ما يكون من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم لأخته، فكان يريد أن يتأكد من ذلك الخبر.
فلما دخلت أخته عليه ورآها على أتم حال وعلى أفضل هيئة، يعني مش متبهدلة ولا متهانة، فلما رآها قال: هذه بنت حاتم الطائي. فلما وقفت عليه وبخته وقالت له: الظالم القاطع، وأخذت تعاتبه معاتبة شديدة. وسيدنا علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه يعلم تمام العلم أنه قد أخطأ عندما فر وتركها، ولكنه ما فعل ذلك إلا من هول ما نزل به، فراح يسترضيها ويعتذر إليها حتى رضيت وهدأت. فقالت له: جئتك من عند خير الناس، أرى والله أن تلحق به سريعا، فإنه إن يكن نبي فإن للسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل عنده. وده لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس منازله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حريص على الدنيا ولا على مناصبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس منازلهم، وكان من يحب الدنيا يعطيه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان شغله الشاغل أن يدين الناس لله رب العالمين. فسيدنا علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمات من أخته اطمأن قلبه لما كان يصله من أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعزم على الذهاب إليه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من الرجل؟ فقال: علي بن حاتم. قال: علي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيدي وانطلق بي إلى بيتي. يقول علي رضي الله عنه: فانطلقت معه، وبينما نحن في الطريق إذ استوقفته امرأة ضعيفة معها ولدها، فوقف معها النبي صلى الله عليه وسلم طويلا فما تركها حتى قضى لها حاجتها. يقول علي: فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك، يعني هذا التواضع أن يقف مع امرأة ضعيفة ومعها ولدها في الطريق بغير موعد سابق، هذا ليس غالبا من أخلاق الملوك. فقال علي في نفسه: هذا ليس بملك. يقول علي رضي الله عنه: فانطلقنا حتى دخلنا بيته، فلما دخلنا بيته دفع إلي بوسادة من جلد محشوة بليف وقال لي: اجلس عليها. يقول علي رضي الله عنه: فاستحييت وقلت: بل أنت تجلس عليها يا رسول الله. فقال النبي: بل أنت. يقول علي: فامتثلت أمره وجلست عليها، وجلس هو على الأرض صلى الله عليه وسلم، فقلت في نفسي: والله ما هذا بفعل ملك. يقول علي رضي الله عنه: فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلي وقال: إيه يا علي، ألم تكن ركوسيا تدين بالنصرانية وتأخذ من قومك المرباع؟ قال: فقلت: بلى يا رسول الله، وعلمت أنه نبي مرسل. ثم قال لي: لعلك يا علي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين هو ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالذي نفسي بيده ليوشكن أن يفيض المال في أيديهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك يا علي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين هو ما تراه من قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم، فوالله لا يوشكن أن ترى المرأة تخرج من القادسية حتى تأتي البيت الحرام لا تخاف إلا الله. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين هو ما تراه من أن الملك والسلطان في يد غيرهم، فوالله لا يوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وأن كنوز كسرى ابن هرمز قد صارت لهم. قال عدي: فقلت: كنوز كسرى ابن هرمز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنوز كسرى ابن هرمز. يقول عدي: عندها شهدت شهادة الحق وأسلمت لله رب العالمين. سيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: لقد تحققت اثنتان وبقيت الثالثة، ووالله إنها لكائنة، تصديقا منه لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عدي رضي الله عنه: فلقد رأيت المرأة تخرج من القادسية حتى تأتي البيت الحرام لا تخاف إلا الله، وكنت في أول خيل غارت على كنوز كسرى ابن هرمز وأخذتها، وأحلف بالله لتجيئن الثالثة، ثقة في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة سيدنا علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، وفي خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان المنادي يخرج في الأسواق وينادي في الناس: من يريد أموال الزكاة فلا يجد من يأخذها، وهذا من كثرة ما كان عند المسلمين من أموال. فرضي الله عن علي بن حاتم الطائي، ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين تركوا لنا آثارا عرفنا من خلالها أنهم كانوا هنا. من مثلهم أجدادنا، شمس أباتا تغربا
أهل العطاء أهل البناء، الفاتحون النجبا، كن مثلما كانوا لنا ضوءا وغيثا صيبا، افخر بهم إذ غيرنا كم عاش فيهم معجبا.